السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. أكد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أن الأخير سيعين مديرا تنفيذيا سابقا في شركة جلاكسو وجنرالا في قيادة جهود الحكومة مستشارا لتطوير لقاح كورونا. وأضاف سيعمل الرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة جلاكسو منصف سلاوي، وهو باحث وخبير مغربي عالمي في علم المناعة، مستشارا رئيسيا للعملية. وسيتولى الجنرال الأمريكي جوستاف بيرنا منصب رئيس العمليات. وأعلن ترامب في وقت سابق أنه سيكون الرئيس الأعلى في جهود تطوير واختبار وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا الذي تسبب في حدوث جائحة عالمية خلال فترة زمنية قصيرة. يشار إلى أن البروفيسور المغربي منصف سلاوي شغل منصب رئيس مجلس إدارة اللقاحات في شركة جلاكسو وعضو مجلس إدارة موديرن التي أجرت أول اختبار للقاح لمصابة في أمريكا. نشكركم على حسن المتابعة.